ماروتانا ماروتانا في معي دليل يثبت بأنه إحنا الكلاينتس اللي بيكونوا معانا بصحصح بيصيروا فرد من أفراد عائلتنا. هداك اليوم قرأت في إحدى الصحف بشرة سارة عن الـAUM الجامعة الأمريكية في مادبة، ورح نحكيها ضمن الفقرة القادمة. برعاية الجامعة الأمريكية في مأدبة. الخبر السعيد والبشرى السارة بأنه هيئة الاعتماد للجامعات الأردنية وافقت على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص التصميم والتواصل البصري، برنامج بكالوريوس في الجامعة الأمريكية في مادبة، وأيضا الاعتماد الخاص الأولي لتخصص إدارة الموارد البشرية. وإحنا طبعا على دراية بأهمية هالنوع من التخصصات وقديش في بالفعل طلب على هالنوع من التخصصات بسوق العمل. طبعا يعني أنا بتخيل ممكن الـAUM تكون الجامعة الأولى أو الثانية اللي بتقدم درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، وهو تخصص جديد على مستوى الأردن. عودتنا الـAUM بكل ما هو جديد، وفعليا احنا فخورين بإنجازات هذه الجامعة قلبا وقالبا. اليوم بدنا نتعرف على هوية هذه الجامعة، على أهم تخصصاتها، على علاقة الطلاب بالدكاترة، من خلال دكتور عمر قمو. ما شاء الله عليه، يعني أنا لما عرفت أنه هو متخصص في علم الأدوية بهذا العمر الصغير ودرس بإيطاليا وكذا، أنا أدي بكون فخورة بالأشخاص اللي بعمر صغير حققوا إنجاز مهم على هذا المستوى. دكتور عمر صباح الخير. صباح النور، وشكرا لكم على هذا الصباح الحلو. حلو نكون إحنا بالأول إنه واحد دائما على الراديو بسمع البرنامج أو إنه بيشاهدوا هلأ إحنا من ضمن العائلة معكم، فشكرا لكم على هاي المقدمة. أهلا وسهلا فيك دكتور عمر. وهلأ كنت عم تحكي بأنه الهواء أصعب من تقديم محاضرة أمام عدد من الطلاب، إن شاء الله بتكون هاي الانترفيو سلسة وسهلة. بداية إحنا حكينا كتير بصحصح عن الجامعة الأمريكية في مادبة، ولكن حابين نسمع من شخص مختص، شخص بالفعل موجود بهالصرح التربوي، عن هوية الجامعة وأبرز التخصصات. أكيد أكيد. ثانك يو. هلأ وأنا جاي الصبح مريت في كان بنك. نعم. فأنت لما تروحي على بنك أو على مؤسسة أو على دائرة بتأخذي التيكت اللي هو في نمبر. نعم. وهذا مع الأسف مع التعليم العالي مرات بيصير الطالب هو نمبر 15 غايب، نمبر 26 حاضر. صح. مجرد احنا بالضبط احنا في الجامعه الامريكيه ما عندنا نمبرز، احنا عندنا اسماء، لانه هذا الطالب هو حياه وهو قصه وهو في عنده كارير بالاخر. هلا من هون الجامعه الامريكيه هي منظومه متكامله وجديده الجامعه تقريبا، ولكن في عندها اتشيفمنتس وانجازات. نعم. عاليه كثير الجامعه الامريكيه في مادبة. لا تعنى بقصه انه في عندك أرباح مالية أو ما في أرباح مالية، الربح مين اللي بيكون في هذا الشاب، في هذا الطالب، في هذا الإنسان. هي أساساً أردنية وأمريكية مسجلة. نعم. في الستيتس. هلأ أنت بتحكي هنا، بصراحة إحنا بنشوف الأهالي الفترة هاي في حيرة في اختيار الجامعة. بصراحة مش كتير صعب أختار جامعة، صح صعب في إلها معطيات، ولكن بصراحة التحدي اللي إحنا بنشوفه في الصناعة وفي السوق إنه الشطارة انك انت ما بعد الجامعة، لانه ما عندنا نقص في الشهادات. عندنا مهندسين، عندنا صيادلة، عندنا. الفكرة انه انت بدك تنقي الجامعة اللي هي بعد 4 لـ5 سنين انت تكون مختلف فيها. طبعا. ومن هون الجامعة الامريكية احنا بنركز على هذا الطالب، على هذا الشاب وعلى هاي الصبية. فاحنا اساسا في عندنا منح تقدم، وعلى اساس التفوق الاكاديمي، يعني معدلك 60 70 80 90 95 واكثر في عندنا منح. نعم. المنح لمين مستفيد منها؟ المنح في عندنا الطالب الاردني بيستفيد منها، وابناء الاردنيات والطالب الفلسطيني لغايه المنح الكامله. نعم. الطالب الاجنبي بتكون بحسب المعدل كمان، انه بدك انت بدك عمليه تكافئي هذا الطالب على اساس اجتهاده. ففي عندنا يعني اساسا برنامج كامل لهي المنح. وفي لمادبة، لأنه إحنا الجامعة الأمريكية في مادبة وأكيد أهلنا في مادبة، ففي كمان في إنه في عندنا منح خاصة لمادبة لأهل. نعم. مادبة. نعم. يعني أنا بقول بإنه الـAUM أنتوا ماشيين على نهج مقولة قالها المغفور له جلالة الملك الحسين، الإنسان أغلى ما نملك. أنتوا بتستثمروا بالبني آدم،
انتوا جامعة غير ربحية، فتحتوا أبواب لكثير من الطلاب اللي يمكن إمكانياتهم المادية ما بتساعدهم، ولكن هم أكاديميا فعليا ممكن يحققوا منجزات على مستوى عالي، فقدمتوا لهم هذه المنح اللي حضرتك ذكرتها. طب بالنسبة لبرامج هذه الجامعة، نحكي عن البرامج اللي بتقدمها ومدى انعكاسها على الطلاب. أكيد هلأ إحنا الـ AUM في عندنا الميجرز، هم أساساً 18 تخصص، وأكيد رح أنساهم كلهم يعني. أكيد يعني أعطينا هيك الهندسة، الهندسة المدنية والكهرباء، نعم. في عندنا الميكانيك، في عندنا السكول أوف بيزنس، نحكي نعم. على الفاينانس، على الماركتينج، على الريسك مانجمنت، على كمان الأكاونتينج، وما بنسى الصيدلة. أكيد الصيدلة والتغذية، وعندنا كمان الاختصاصات الاي تي، وفي عندنا الانجليش لانجويج. حاب احكي على الصيدلة خصوصا، وبدي احيي طلابنا في الصيدلة. الصيدلة احنا في الاي يو ام دائما هي المركز الاول في الكفاءة الجامعية وفي امتحانات النقابة. ما شاء الله، برافو. يعني احكي لك، امبارح كنا في ميتنج مع احدى الكومبانيز على مستوى المنطقة، بيحكي لي مدير السوق، يا عمي احنا بدنا نعين بس اعطيني كواليتي. فامبارح كان في، فاحنا الحمد لله انه اي 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 طالب نحكي بيطلع من الاي يو ام، واذا كان هندسه، كان صيدله، كان اي اختصاص ثاني، هو قادر انه يفكر بطريقه مختلفه. هو قادر يحلل، هو قادر يكون مرن، لانه انت هلا ليش انا بخلص جامعه مشان اشتغل؟ الشغل كتير كومبتيتيف، في نوع عالي كتير من التنافسيه. فانت بدك تقدم التعليم المختلف، انت بدك الصيدلاني المختلف اللي عنده النوليدج، عنده المعرفه وعنده سكيل. هلا من دون الشيء هذول انت بتصفي بحفظ 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 وبقدم مثل الامتحانات، وبالاخر انا صفيت رقم، فرجعنا لشباك اثنين، رجعنا للدائره المغلقه 15 صح. فانت بالاخر بدك تقدمي الكواليتي اديوكيشن. انا شفت اهالي كثير بيكون بيختار مثل السكول، نحكي من كي جي 2 صف الاول الى اخره، بيختار بعنايه. صفه اختيار الجامعه لازم يكون ايضا بعنايه، لانه هذا بالاخر كارير. هلا احنا في الجامعه الامريكيه في عندنا عده اساسا برامج غير الميجرز، يعني نفس الميجر في اخر سنه الطالب في له الحق يطلع طبعا اختياري على جامعه برا بالرسم المحلي. هل هذا الشيء اوبشن الاختياري للطالب؟ ممكن يطلع فصل، ممكن يطلع سنه واكثر. كمان في 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 نقطه مهمه جدا وحلوه كثير، الطالب اساسا بيعطل الجمعه سبت واحد، هم بس 4 أيام بالضبط. فإذا أنت مثلا من الضفة، سهل كتير ترجعي على بيتك وتشوفي أهلك. كمان الفترة هاي في عندنا المكتبة أونلاين، فالطالب خلال العطلة أوكي في عنده السوشيال لايف وعنده كتير أشياء في حياته، ولكن كمان في عنده مطلوب شغل وأبحاث وأسايمنتس، فالمكتبة الأكسس لإلها أونلاين، فالعملية سهلة. نعم، هاي خدمات رائعة جدا يعني عم بتقدموها بالاي يو ام، وزي ما انت ذكرت دكتور عمر عم بتقدموا تعليم نوعي مميز. اللي حبيت اسألك يا، احنا لما كنا عم نعمل الفقرة كنا كمان عم نركز على الاجواء اللطيفة جدا بهالجامعة اليوم. يعني مثلا انا لو اني ام بحب ايضا انه ابني مش بس يتعلم تعليم صح، ولكن بحب كمان انه تتفتح افاقه. يعني احد اسباب الدراسه في الخارج هو الاكسبوجر، هو انه الولد يصير يشوف ناس من ثقافات مختلفه، يتعامل مع ناس مختلفه، يسكن بالسكن، يدير مصروفه. هاي كلها يعني عباره عن مرحله تاهيليه للحياه بشكل طبيعي. فكيف بتشوف الطلاب والطالبات بالاي يو ام لما هيك يعني بيطلعوا يمكن من جو البيت، من جو المدرسه، الى جو جامعه كبيره؟ بطلع خايف بالاول، انه انا بدي اروح ادرس مثلا فصل فصلين، بالاخر لا، برجع بحكي انا بصراحه كثير صار في عندي استفاده. وبحب احكي هنا شغله يعني صغيره، هلا مش احنا يعني احنا اكيد عارفينها، بس انه كمان الشركات بتعرفها. انت عندك السيفيات لما بكره الناس بتخرجوا، بالغالب السيفيات هي وحده تقريبا، من غير الاسم، من غير المعدل. هي جود ان انجلش، ايوه. انت تدرس الطالب انجليزي وتكون السي في مختلفه، مشان يكون قادر يحصل له مثلا شغل حلو او انه يكون منافس. كمان احنا اساسا في الاي يو ام في عندنا طلاب من 25 جنسيه مختلفه. نعم، في عندنا من مصر، في عندنا من الخليج، في عندنا مثلا عندك من دول افريقيا مثلا نيجيريا، عندنا طلاب نيجيريين. في تنوع ثقافي واضح. حلو هذا طبعا، اكيد 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 موجود. وهلا في كمان السكن الجديد للطالبات،
احنا دخلنا يعني فيزيت قبل ما يبلش الافتتاح، فاحنا غرنا احنا يعني جوا السكن الجديد خمس نجوم فرتبت الامور واشراف الراهبات، which means احنا في عنا القانون وعنا الديسبلين يعني طبعا انضباط واضح. يعني انا من الاشياء اللي لفتت نظري بالايو ام انه اذا انت ما بتعرف تسبح ما بتتخرج تخيلوا لوين بيشجعوا، لانك بدك تسبح في الحياه وبدك تغوص في غمارها، ما بدك تضلك قاعد على الهامش. فون اوف ذا ثينجز اللي لفتتني ولفتت المستمعين والمشاهدين، اخر شيء بدنا نحكي فيه، احنا بجامعاتنا على وقتي كان كابوس انك تروح تزور الدكتور في مكتبه، بدك تساله عن مراجع معينه، بدك تساله عن ملاحظه معينه. مع الاي يو ام صار الدكتور بجروب على الواتساب مع الطلاب. هذه هي الروح التي نبحث عنها، وهذا هو نوع التعليم الذي نبحث عنه حتى الأجيال القادمة تكون أجيال مستوعبة شو يعني حياة وشو يعني سوق العمل. رسالة AUM ما هي؟ بالآخر بنحب نحكي تعال زور الجامعة الأمريكية. نعم. سواء كانت اختيارك أو ما نعم. أو ما كانت اختيارك، إحنا اليوم نحكي على منظومة تعليم مختلف وجديدة، وبالتالي انا بهاي الفتره كل الناس بفكروا في قصص الجامعه وقصص الاختصاص. احنا ما بنسوق جامعه، احنا بنحكي في عنا عائله، في عنا منظومه جديده، واكيد كل شخص بيستاهل يكون من ضمن هاي الجامعه. دكتور عمر قمو، استاذ مساعد في علم الادويه قسم الصيدله، تحياتنا لكل طلابك ولكل طلاب وطالبات الاي يو ام، واحنا انبسطنا بهالتعاون اللي صار بيننا وبينكم، وان شاء الله اكبر عدد من الطلاب والطالبات سواء في الاردن او بفلسطين بيستفيدوا من منحكم الدراسيه. تحياتنا لك وتحياتنا لكل الكادر التدريسي بالاي يو ام. شكرا لك، يعطيك العافيه. كيف بنقول صباح الخير بالايطالي؟ بونجورنو. بونجورنو. ثانك يو دكتور عمر. ثانك يو. صح 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 صح. Say hello.